ازيكم يا اصحابي، النهارده هنشرح مع بعض درس جديد اسمه حرف الياء. انا يا اصحابي كنت ماشي في الشارع، قابلت قبل كده حرف الياء، قلت له تعال احكي لي عن نفسك شويه. قال لي طيب انا احكي لك عن نفسي شويه. قال لي انا شكل حرف الياء عامل كده، زي مثلا شكل الوزه بس اللي تحتها نقطتين. الوزه مثلا يعني من غير وش، اكيد طبعا نعمل شكل الوزه اللي هو راسها وباقي جسمها الملوي وتحتيها نقطتين، ده شكل حرف الياء يا أصحابي. نكتب تاني شكل حرف الياء، شكل الوزة وتحتيها نقطتين، هو ده شكل حرف الياء. طيب سألته انت شكلك في أول الكلمة بتبقى عامل ازاي؟ قال لي بيبقى عامل زي الشكل ده اللي هو بيبقى ليها سنة تحتيها نقطتين، ونكمل بشرطة ناحية الشمال زي كلمة يد، يبقى في أول الكلمة زي كلمة يد. طب سألته أنت في نص الكلمة ممكن ألاقيك عاملة إزاي؟ قال لي هتلاقيني في نص الكلمة برضه سنة وتحتية نقطتين زي كلمة طيور، وهتلاقي عندي شرطة ناحية اليمين وشرطة تانية ناحية الشمال. قلت له طب لو في آخر كلمة؟ قال لي هتلاقيني زي شكل عادي تمام زي كلمة يبكي، واحد صاحبنا قاعد يعيط عشان اتعور. يبقى هو ده شكل حرف الياء في آخر الكلمة. طيب قلت له طب انت تتنطق ازاي؟ مثلا لو كان عليك فتحة او عليك ضمة او تحتيك كسرة. قال لي انا هقول لك دي سهلة جدا قوي، لو كان عليها فتحة تنطق ايه؟ ياء فتحة ياء يد، لو كان عليها فتحة تنطق يد. اما لو كان عليها ضمة يا صاحبي اتنطق يو زي كلمة طيور، يبقى ياء ضمة يو طيور. أما لو كانت تحتها كسرة أتنطق إي زي كلمة طبيب، يبقى لو كانت تحتها كسرة أتنطق إي زي كلمة طبيب. ماشي أصحابي؟ طيب يعني لو كان عليها فتحة أتنطق ياه يد، لو عليها ضمة أتنطق يو طيور، لو تحتها كسرة أتنطق إي طبيب. نرجع مع بعض أصحابي أهم حتة كانت في الدرس. حرف الياء في أول الكلمة كان شكله عامل كده زي كلمة يد، أما في نص الكلمة شكله كان عامل كده، ليه سنة في النص تحت نقطتين وشرطة من يمين وشرطة من الشمال زي كلمة طيور. أما لو كان في آخر الكلمة شكله عادي جدا زي كلمة يبكي. دي يا أصحابي تمرين على الدرس عشان نعرف إحنا فهمنا ولا لسه عايزين نذاكره تاني. عندنا ياء مفتوحة ياء مضمومة ياء مكسورة، هنوصلها بالكلمة اللي موجودة في الياء المفتوحة أو المضمومة أو المكسورة. نبدأ بالياء المضمومة، عندنا شكل حرف الواو أو اللي هو الضمة، وهنا شكل حرف الواو اللي هو الضمة. يبقى على طول من غير ما نجرب ونشوف دي تنفع ولا لأ، نوصل الياء المضمومة دي بياء مضمومة دي، نتأكد إن دي اسمها طيور واسمها ياء مضمومة يو، يبقى دي تتوصل بدي. وأما الاتنين الباقيين نخليكم توصلوهم وتراجعوا الدرس وتعرفوا انتوا حياتكم صح ولا لأ، ومع نفهم نتعلم ببساطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.